مسلم. تيت 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 يبريني صبي الوهرة وارد بي وما عمل لنا شيء كل حجرة في الحيط. يا عبسي نقص من الغناء ماكش تشوف فيها قاعد نقرا. مشينا يا أبو سطار تكره في أمك سنافة هكا. أمك سنافة هذا سيدي اسمه الحقيقة المرة، فيه زنز دوسيات على جماعة القصر شيء وقف المخ. أبي أبي أسمع نقرأ لك إيش كاتبين. وكان باحة وباحة واحد آخر هذا وآباء دايما يسهرون في القصر، وكانت شافة امرأة جميلة قادرة لعوب هي التي تنظم السهرات. أبي 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 توب ستار أنت كبير وتعرف تقرأ، شبيه الكتاب هذا مكتوبك؟ كتبته بنت خالت شيفور الطباخ بتاع الجوفرنونت بتاع قصر المخلوع شهلة بودورو. ايش تحب تكتب مالها؟ ومنهم هذوما الشاه فيه تاهرة تشكون غيرهم شلة الأنس بن حليمة بن حفصية اسماعيل بوريقة مدام شادية. بون أبسي أنا عندي اجتماع في الإدارة مش نغيب نهار كامل، عينك على القهوة. كن متهني يا شيف برا الروح. هم ستار خلي لي كتاب نقراه. تحب تقراه؟ رد بالك عليه. شيف أبي 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 أي 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 ما فهمت منه شيء. سوى ملا مصيبة ما ناقصنا كلا لابو دور وتكتب علينا وبأسلوب شعبوي رديء من فوق. ما تخافوش كتبت أسامينا أما مش كاملة، شكون باش يعقلنا؟ هيا مبروك يا جماعة هاكم وليتوا مشهورين ويكتبوا عليكم في الكتب. وانت شكون قال لك اللي الكتاب يحكي علينا؟ فتاة جميلة قادرة ولعوب من غيرك انت يا مدام فندى شريرة. تو سامحوني مش نقرا كتاب ظهر فيه حاجات تهز للفينكة. أنا نحب نفهم حاجة، أشبيه العبسي مركز علينا. أني قلبي كلي ضربتنا متجيني كان من عنده هو. تعرفوا هذاك دواه عندي. ألو سوسو أسمعني قلك تبل شعرك في الدار تشيحوهوني وما تنساش تجيب البنات معاك، فهمت؟ إيش هوني إيش 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 أنا وين بيت البارح؟ شنو وين بيت؟ بيت في بيتي؟ بهلولة قدامك ماشي في بالك ديما متعدي فيها عليا. يا أخي شبيك أنا كانك على الفازة متاع البارح. هو البارح هو وقت البارح هو الشهر اللي فات هما سهرياتك للصباح مع الصنعات تصرف وترمي ثروة بابا فييت هراك. يا أخي ما شكون تحكي هذي يا رانا يا أخي شبيك. اسكت اسكت كلمة نانا ما عادش نحب نسمعها، أحفظتها من الحفلات. يا أخي قل لي لقاري حسب مرتك لولدك لعائلتك. مرتي ولدي وعائلتي يا أخي شبيك أنا بابا صباح الخير يا بابا. أمي صباح الخير. صباح الخير صباح الخير صباح الخير بابا شكون بابا أنا؟ هي هي بابا بابا أسمع إجا معايا عندي ما نقول لك بابا إيش إيش برا مع ولدك وتفقد له دروسه نتاع المكتب عملهم ولا لا؟ صباح الخير. تركيا صباح الخير. تركيا شكون تركيا؟ من نوري. اي انا هي حاجتك بحاجه للاتي؟ اي نحبك تبعث حد ينادي لي للتهامي شيركو. تهامي شيركو تقصد سالم شيركو؟ يا راس الحم سالم شيركو ولد التهامي شيركو. لو كانك نقصت متقلقي له هزل الهداري راه مخك ما تلفش. حاضر حاضر يلا فريده استنى قبل كل شيء اجا قيس لي الدم ومن بعد حضر فطور الصباح بقى. هاي حاضر والبس لي اليونيفورم اللي عملته لك عند الطليان فهمتني نهار كل شده في الشمالق. شنو شنو يا ودي غطي صوتك تسمع كومي. شنو شنو انت حبيتك تسمعين نمثل دور بوك ماك مغروم بالتمثيل؟ ايه هاو جايك دور حياتك اش تحب اكثر؟ بالله هكا هو دور الممثل راجل مدام فريد انا ما قلتش حتى راجل مدام نصيره. هيا تلم لا تو تب 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 بيه باش نصلح الغلطه نتاعي ونمثل دور بوك اما مش على خاطرك انا فهمت على خاطر نانا
ها حقا انت من وقتاش نديرو مينانا؟ شنو من وقتاش؟ من وقت اللي سكنتني في الدار واستعرفت بيا واحد من العائله. اسمع اسمع انت مشيش تلقاها من الجنه والناس وتتحل اكثر ما لازم في العريف ها؟ ود بالك نعرفك نعرفك استغلالي وما تعطيش بالله كل كيلو. سي اسماعيل اللي فريدة تحب تقابل التهامي شيركو منين جبهولها انا توا؟ اوه التهامي شيركو سي التهامي شيركو هو بو سي سالم شيركو نتاعنا ما ماخذين العائله وفقه وارثين افريات العائله الكل بو عن جد بقى نمشي كلمه بقى كلم سي سالم هو بو عندهم فرد عس واو وكي تعقلوا هي مش هو اشنو تغشش وتدور علي انا؟ يا حسره على امي وهي ما زالت تفرق مسكينه بعدها شبر لا بدايا ترى فيه بابا يعطيك وبيع ان شاء الله بابا يا مدراك كان بابا شو يا سلامين سد الباب ايشا والوعه والهيلمان وشكون كان يكلمو اسمع انا باش نمشي تويكا ودوا بالكم كيما وصيتكم اقضوا لي حلفه وانت علينا عسى عليك ها تعرف عليما حاسس باش نعملوا جو اكسترا اوردينال سلامين وين؟ هاني هوني لالا هاني هوني جيتي وفيت مدازل البيت قبع الخدين الله يبارك لالا الله يبارك هاني جيت اين هاني جيت اسمع انت خدامة نكلم فيك انا تتسويت تحضر لي فطور الصباح نتاعي وتخلطه للصالة بحث للاتك تسمع فيه ولا؟ والله يطولنا سلم شيركو سلم شيركو سلم هو واوا بص الواوا ليمون اللي غاروا مني قالوا لي وش وحلك فيا جاونت اللي شمتوا مني خذوا عيني شوفوا بيا يا جنجون يا جنينه يا جعا دفتر مع رويجلك الحلو شاي انتي وينك يا بنتي ياي رملموني قالوا لي رد بالك انتخو مراه شبابة في الليل في الصباح تصبح كل عبيتها انتخ تعلك الشاي وادو ما عادش اللي بتعلق بيها ماذا تقول ديامي نقول لي سيدي جامل اللي شفتها البارحة في الليل ما غمضتش غابة ذراني بالحق الحكاية دي ما دخلش مخي جملة كيفاش انت جين جيت البارح نشوفها عبيت الدار وانا اللي طول عمري هوني قد ما عزمت قد ما قريت كتب سفرة وشي ما تبدل ترى يدك لعل يطلع عندك خاتم انت وادو وراح ما تفطومه ها ملي وافقت باش تخذني في درج سيدي جامع غير ما تسال عليا عرفت بحظك مش هو ايه يا قطلعت عزيم ومخاوي يا ولدي بلك جبتني لدار الجنون باش تذبحني وتخرج بيا كنز بديش نشبك نتخلوت يا اخي بالله كان جيت انا مخاوي نطلع في الكنوز باش ترى حالتي هكا راني اللي نحبو يصير دو مثلا مثلا انا تو نشاي بريوشه مرعوبه من يدين حلو ما نقمقم وين راني قاعد قدامك ناكل في زيت وزيتون صباح الخير صباح الخير عملت لكم بريوش بيديا قلت تاكلوا منه قبل الناس الكل العرايس ابجل ومرعوبين زيادة اختي حلومة وبرز سمك يا اخي نساك كيفاش يندبوا تضرب على ساقيك بعد خديك ساقيك خديك ساقيك خديك ومن بعد وها على سعدك هو ولا وها عليك هو انت وش تحب يا لله اتفضل وها عليك يا جنة وبوه وها على كبان سعدك وبوه وهي جنة وبوه وها عليك وبوه وها عليك وبوه وها عليك وبوه شبيها شبيها مرتك تندب على الصباح لاباس ما هو شبيك يا اخي شبيك شبيك عاجبك هكا بالله نراك قايمه صباح عرسك تندب ايش باش يقول عليا نندب ونندب وسيدي جانزي ونندب يما لا جايب لي مسكني في دار العبابط وما تحبنيش نندب الله العظيم الرحمن الرحيم شنو هي حكايه العبابط من البارح وانتم تحكيوا عليها يعني ما اغدي والله العبيطه شفت على البير هكا قدامي كيما انا وياك هكا بسم الله العظيم الرحمن الرحيم عبيثة عبيثة؟ آه عبيثة عبيثة متاع ثمثم هكا ضعيفة سكوليات شعرها مشاشة لعبة فيها النار وتدور على روحك الزربوط شادة في نار وتعيط واعو واعو اللطف اللطف سبع الطاف من الطاف الخفية يليتني ما جيت اسمع انا راني مسولحة ويحوك فيا فيسع بسم الله
جنيت اش قاعد يعمل راجلك؟ نعرف عليه يا ولدي واش قاعد تعمل يا ولدي؟ يا بنتي نسكت اسكت قاعد نعدي في رادار العبابث ان كان زوج عبده ذوما نكبشوا في بعضهم وروحوا معناها راهي قريبه كان بعده معناها راهي بعيده يا كبشوا يا روحوا جنيت انا باش نعمل روحي لسمعت لهريت ونرجع منين جيت بسم الله العظيم الرحمن الرحيم انا قعدت وحدي ضو يا ضو ما تخلينيش يا ضو اسماعيل وي شوي لا اه صباح الخير شادية سافا سافا با توعدوني يا جماعة وحكاوا لي على الفضايح اللي كتبتهم علينا مدام بودو ريت ريت حتى منك عبسي عقلنا عبسي الله لا تبحوا هذاك تعرف على اللي عملوا فيه تقول نمشي نقدم روحي ونستعرف باللي عملته وانه ما عملتوش ونتاح ما تخافش هوكا جبت له حاجة باش تلهي فيها ويقيننا أنا قلت لكم الحصان هذاك ذيلة طويل أما راه بهيم ياسر هو الفرق ما بين البيم والحصان واحد مخه كبير واحد مخه صغير مرة جاي ينقز راح تكب على راسي هاي مدام فند هاي أمانتك رجعت لك كيما قلت لي هزيت وريتهم لحظة أو جبتهم لك تو لازم نرجع للسيرفيس قبل ما يجي عبد الستار ويعمل لي عرك في اليمين سوسو عبسي ها أول مرة يعجبني اسم تفضل حبوا نشوفوكم انت تعمل في القهوة يا حليلة يا أمي انت ودك تلنسى وبنويت حبيت تفرجوا فيه فوف نول هاي أخينا اتهنى عليه من هنا لاخر النهار كون في المكتوب فرانشمون الشيء اللي كتبته عليك مدام بودو طلع صحيح انت ما قادرة ولا عوب كل واحد يجبدو فعله سي لمين؟ نعم يلا سمعت اللي شانتي تاع بلاصلة في باب الفلة واقف نجمش نعرف علاش؟ الخدام عاملين قراف مسخني روسهم بسي فرحة حشاد قداش من مرة قلت لك اكبس عليهم؟ العصا لمن عصا؟ شي يلا لا لفعت فيهم العصا لا فلقة الخدام لحمهم حلف بالهم والميزيريا ماك تعرف مش كيفنا نحن وين ماشية؟ النفع الله قد ما علمتك لاتيكات مخك ملحم تسربي الشربة وتقف عند راس سيدك لمين تستنى نستحق وشي حاجة تجيبها وقت نكملوا الفطور تلم الطاولة وترجع لسيرفيسك ايه اعطاك الوقت يا نوري انت قاعد وانا نسربي فيك قلت لك يا الفريدة قداش من مرة ما نخدموش معنا جبورة أما أنت يا الغالب سخوفية وقلبك باهي رغم اللي ما يثورش عليك تعرفه وسط ياك البوندون تاعك ولا توحشت التقريطة اللي جيت ملك متابيها راسك وانت تكركر فك المجريشة صغار أولادك هربة من راجلك هاك القطع يفرلح بوسيت زايد يا بنتي كسكس له يرجع نصله رغم اللي الكعلاف يبقى ديما كعلاف تضحك فرحان هذيك طرفية تركية أمك يا بو هيلي تركيا مينا ملا الكعلاف يا الفريدة شوف كي تسكنوا في فيلا وتنظفوا وتلبسوا يخرج بلدي من قاع الخابية كيما خرجت انت هكا ولا ليه اي خليني ساكتة خير ترى وشوف ما زلت الراك تخزر التركية وهي تمسح تعرف شنو نعمل لك ها تتصورها وكان تزيد تتحل شوية في ذكرياتها اش من خنار باش يخرج ربي يستر اش تقول يا قلقالة لا لا قلت له الشاي طيبة فما حاجة مانيش فهمتها من الصباح وانا شوف في مامي فريدة كيفاش تتصرف وشنو اللي تعمل مش بالكل كيما اللي مكتوب في الانترنت على الزهايمر مامي فريدة مش كيف الناس الكل باس حتى كيف شي زيها الزهايمر زيها مطلع تطلع كيفها داكورد ومتفاهمين اما كومي شوف يا ليلة اش مكتوب هوني قالك مريض للزهايمر ينجم ينسى لسامي العباد الاتجاهات ويضيح اما واش لدرجه تولي كاينه عايشه في ايبوك اخرى والناس راهم عباد اخرين يا بنتي تقوش عليها دخلت في قله الزمن صحيح انا قبلها مسيت الكوزينه قالت لي يزي حريقك يا فاديه يزي من الماكله راك وليت كل بالانسي معناتها لا يزي السوفيه واحد اخرى اون بلوس سوفيه سمينه فما حاجه مش نورمال
زعما يطلعش طبيب غلط في الدياغنوستيك. اخي حق فرودين تكوني يا فاديه. تي خالت بابا اخت مامي الصغيره قال لك لالا كانت سمينه سمينه مش نرمى تي توصل تاكل 3 جيجات في النهار حتى لين نهار وحللها في خفض جيش في قرجومتها غصت وماتت. متوني في الدار تي في البيت هذيا بسم الله العظيم. قلت لي مامي على ما هي سمينه كي جاي يخرجوا فيها من البيت كسروا الباب ذو معناتها عندنا روح عزيزك الامين وروح فاديه خالتك تون اسماعيل لازم نجيبوهم نحكيو معاهم. شنو سافا با نو وشنو هي هذاك اللي تصور فيه في الورقه؟ نصور في الورقه نتاع اسبري سي تو لا مانيفيست توا اسبري تعمل في مخك تحب تلعب اسبري في دارنا؟ كيفك تلا روحك فروزين متعرف اللي انا مديوم ونحس اللي دار سخونه وفيها برثة اسلاح تعرف ما فماش بايح قدك هاي قوم برا وحكومه زيت كالعاده صحبه صحبه اني ما فماش نعرف غيره مني خاطرني انا سنسيتيف لازم نحكم على صباح وانتي لا لالا سنسيتيف تروح وحدك ولا نجي نخرجك العاده بون فروزين كالعاده اخدم على روحك اوكي اسمح مني تخارزة تشم مسقة تشم